الفك وعادت غانية من جديد في منتصف الميدان وصلت إلى إسحاق مرة أخرى. إسحاق شاهد الحرس خارج حذار من الكرة الصعبة. سجل له من مسافة بعيدة جدا، كان خارج بالهندي والكرة لم تكن بتلك القوة التي تغالطك يا بالهندي. وأول هدف في المباراة لمصلحة المنتخب الغاني بواسطة الخطير جدا الذي تحدثنا عنه منذ بداية المباراة، عبدو الفتاو إسحاق لاعب سبورتينغ لشبونة، من زاوية صعبة ومن مكان بعيد جدا من منتصف الميدان أو قبل ذلك بقليل سدد كرة طويلة وعالية غلطته وسجلت في مرمى، حتى التعامل لم يكن بالشكل السليم صراحة، وكان خارج كثيرا من منطقته الحارس بالهندي حارس رديف نادي نيس.